السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي متابعين قناة استوديو. بمناسبة دخول المدارس إن شاء الله، هبدأ إن أنا أعمل لكم سلسلة من الأنشطة، جمعت لكم من بنترست ومن من جوجل ومن مواقع كتير جدا مجموعة من الأفكار، هعملها في هيئة سلاسل في فيديوهات منفصلة. الفيديو ده إن شاء الله هيكون عن افكار لتزيين باب الفصول بتاعت الروضة، او الفصول بتاعت الحضانات، او الفصول بتاعت المدارس الابتدائي. ساعات كتير بنقعد ندور على افكار لتزيين الفصول، فانا جمعت لكم حوالي 80 فكرة في الفيديو ده ان شاء الله. اتمنى ان هم ان شاء الله يعجبوكم، ولو عايزين اي افكار لاي حاجة تانية ان شاء الله. انا بحاول ان انا اعمل سلاسل بالذات لموضوع العودة للمدرسة ده، كنت نزلت قبل كده فيديوهات لتزيين الاقلام المدرسية، هسيب لكم الروابط بتاعتهم في صندوق الوصف او في الكومنت تحت، وان شاء الله هنزل بعد كده الفيديوهات الجاية، هيبقى في فيديوهات عن تزيين الفصول نفسها او الصف نفسه، وفيديوهات عن افكار بقى انشطه، وان شاء الله يعني ايه بمناسبه عوده المدارس تزيين الدفاتر المدرسيه والحاجات دي. ان شاء الله انتظروا فيديوهات جديده. اسيبكم بقى مع بقيه الفيديو، هم حوالي 80 فكره لتزيين الباب بتاع الصف الدراسي. اسيبكم مع تتفرجوا على الفيديوهات، واتمنى ان هي تعجبكم. زي ما قلت لكم لو محتاجين اي حاجه معينه اكتبوها لي في كومنت، وان شاء الله احاول ان انا اجمع لكم مجموعه افكار عن الحاجه اللي انتوا طلبتوها دي. ما تنسوش برضو لو عجبكم الفيديو وعجبكم الافكار، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو، عشان لايك بتاعكم بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر، وان انا احاول ان انا اجيب لكم او اجمع لكم اكبر قدر من المعلومات او الحاجات اللي هي تفيدكم وتساعدكم. اللايك والكومنت والاشتراك بتاعكم بيشجعوني جدا. اسيبكم تتفرجوا على بقية الفيديو وتاخدوا افكار اللي انتم محتاجينها، ومعاكم بقية الصور ان شاء الله.